صرخة وليست فرحة. السلام عليكم حبايبي وحبايب الحريف في كل مكان. وحشتوني وانا جاي لكم النهارده بحاجات. وقلت لي انت داخل الدخله دي بتقول لي صرخه مش فرحه. ما حدث امبارح في لقاء الاسماعيلي والمقاولون ما كانتش فرحه من لعيبه الاسماعيلي في الدقيقه 106 عشان يرجع بعد الخسارة من المقاولون العرب. حقا انها صرخة حزن من جمهور الاسماعيلي على اللي بيجرى في كيانه في النادي العريق نادي الاسماعيلي دراويش مصر والعرب اللي احنا تربينا وعشنا في هذا الكيان. نادي الاسماعيلي نادي كبير نادي عريق من 1924 والنادي ده فوق بطل افريقيا اول نادي حصل على هذه البطولة. نتمنى عودة الدراويش لمنصة التتويج. طول عمر الاسماعيلي الضلع الثالث للكرة المصرية. اهلاوي يحب الاهلي ويحب الدراويش للعب الدراويش. زملكاوي بيحب الزمالك وبيحب الزمالك بيحب الاسماعيلي للعب الدراويش. دراويش قلعة كبيرة وراها كيان كبير. دي كانت بداية عشان خاطر مفيش نهاية. البداية الكيان يفضل ويبقى لن يموت ورا جمهور كبير. الرسالة دي بوصلها لاتحاد الكرة المصري للناس المسؤولة لجنة الانضباط اللجنة المسؤولة عن تعيين الحكام اللقاءات. الحكم محمد يوسف امبارح جه على نادي الاسماعيلي جامد. ظلم الجمهور ظلم الإدارة ظلم اللعيبة. اقعد مع نفسك راجع اللقاء وشوف اتفرج وشوف الاخطاء التحكيميه الكارثيه اللي انت وقعت فيها. لو جبنا اخطاء لا جمهور الاسماعيلي خليك ورا كيانك. الاخطاء كانت تحكيميه. الاسماعيلي لعب الاسماعيلي ادى اللعيبه كانت رجاله. لو بصت فرحتهم بعد الهدف التعادل دي كانت صرخه ما كانتش فرحه من الظلم اللي هم اتحطوا فيه. اتمنى الجمهور يفضل ورا الكيان يفضل وراه ويسنده. اسماعيلي فريق كبير وراه جمهور كبير. النهارده باشمهندس محمد شيحه واعضاء مجلس الاداره المؤقت بعتوا شكوى للاتحاد المصري لكره القدم بيشتكوا فيه محمد يوسف. لو الماتش كان اتغلبنا امبارح هنستفاد ايه من محمد يوسف؟ حرام. اتقي الله. ده بالنسبه لاسماعيلي الحمد لله احسن مكان في اللقاء امبارح. جمهور الاسماعيلي الوفي اللي بيروح ورا النادي باي حته بيروح ورا الاسماعيلي في كل مكان. مبروك لكل عاشق الكره البرازيليه والكره المصريه. الدراويش العرب في مصر والوطن العربي واسف ان انا طولت عليكم في الدخله كده ولكن كان لازم الاسماعيلي ياخد حقه من الظلم التحكيمي اللي وقع عليه امبارح في لقاء المقاولون العرب. الزمالك و لعب فن وهندسه. طول عمرك هتفضل يا زمالك لعب فن وهندسه. ايه اخبار عن سوق الانتقالات في نادي الزمالك؟ الناس المسؤوله والمسؤولين لان الباشمهندس مرتضى دلوقتي عليه حكم حبس. الناس المسؤوله تخش في صفقات الروج صفقه بن شرقي صفقه بوبو في اكتر من صفقه للزمالك. بالنسبه لزيزو جاله عرض من قطر عرض اكثر من رائع هيدخل خزينه النادي الزمالك ارقام كبيره. دي طبعا رغبة اللاعب ورغبة النادي.
نتمنى التوفيق للزمالك وعودة الزمالك اللي احنا طول عمرنا بنعشقه وبنحبه. أخبار نادي الأهلي والقطار السريع، وكولر لا يخاف الوداد. نعشق جمهور المغرب، نحب جمهور المغرب الرجوية الودادية، بنحب كل من ينتمي للكرة العربية. هتيجوا مصر وشرفونا وهتنوروا الدنيا يا جمهور المغرب. وانا عارف ان اللقاء هيبقى لقاء يليق باسمين كبار قوي في القارة، الاهلي المصري والوداد المغربي. حقا ستكون مباراة اكثر من رائعة، سنستمتع بعيدا عن النتيجة وعن مين يكسب أو مين يخسر. ستكون مباراة ممتعة للفريقين، والأفضل هو اللي هيكسب هنقول له شابوه، واللي هيخسر هنقول له هارد لك. ولكن في مباراة العودة في المغرب نتمنى نتفرج على مباراة ليه باسم مصر والمغرب. كولر جاهز وجهز رجالته وعارف هيبتدي ازاي. احنا وصلنا للتشكيل الاقرب للنادي الاهلي، ولكن لسه معانا بكرة عشان نتكلم عن التشكيل وعن مين اللي هيبقى متواجد ومين اللي. ولكن 50,000 متفرج سيكونوا في معقل مباراة الوداد والاهلي، مؤازرة كبيرة جدا لنادي الأهلي اللي حابب يخليها حمرة ليلة حمرة. وأيضا الوداد وجمهور الوداد ولعبة الوداد ورجالة الوداد عايزين برضو الليلة بتاعتهم تبقى ليلة. احنا عايزين نستمتع كورة. قبل ما اختم الحلقة أخبار سريعة، مبروك اتحاد جدة وصول لكأس العالم للأندية، شابو لإدارة اتحاد جدة. الدوري السعودي الأكثر من رائع، كل حلقة بطلع لأن هم عاملين بروباجندا للدوري بتاعهم. ناس شغالة صح في السيستم بتاعهم، مشكلة بيعرفوا ازاي يلموا العملية ده. بالنسبة لنادي اتحاد جدة والسعودية والدوري السعودي الممتاز اللي احنا نتمنى له في ازدهار وفي ازدياد. قبل ما نقفل، اخبار عن باريس سان جيرمان وميسي بينهي علاقته مع باريس سان جيرمان. بنسبة 90% ليو ميسي سيكون في الدوري السعودي. فين جايله؟ اتنين أندية من الدوري السعودي بيتكلموا مع ميسي. بالنسبة لكريم بنزيما، عشان حبايبي يقولك كريم بنزيما، بنسبة 99% اتحاد جدة بيفنش مع اللعيب، موافق وكل حاجة. يعني هيبقى فخر مصر والعرب ان كريم بنزيما يبقى في الدوري السعودي، هيلعب جنب طارق حامد واحمد حجازي والناس دي. عايزين نستمتع كورة. اتمنى من حبايبي كل حريف وكل حريفة من المحيط الى الخليج الوطن العربي يدعموا قناة الحريف، يتابعوني، ينزلوا يعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واللي ما اشتركش ينزل يشترك. واتمنى يوم سعيد لكل الحريف والحريفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.